أهلا وسهلا بكم في مدارس العربية الوطنية. نحيطكم علما بأن التسجيل ما زال مستمرا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي للبنين والبنات. أما الآن مع هذا الفيديو الذي يبين مدى التفوق والإبداع في مدارس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مديري الفاضل، أساتذتي الكرام وزملائي الأعزاء، يسعدني ويشرفني أن تكون إذاعتنا لهذا اليوم عن فلسطين، تلك الدولة العربية الشريفة والتي شاهدت في الاحتلال والعديد من الحروب، ولكنها ما زالت تقاوم وتجاهد. وأول ما نبدأ به هو القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعيد جلالة الملك المعظم، يعيد جلالة الملك المعظم، يحيى الأردن، يحيى الأردن، يحيى الأردن. والحديث الشريف عن رسول الله لفلسطين والطالب أمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خيار أمتي تهجر هجرة بعد هجرة إلى بيت المقدس، ومن صلى في بيت المقدس بعد أن يتوضأ ويسبغ الوضوء ركعتين أو أربعا غفر الله له ما كان قبل ذلك. ومع فقرة هل تعلم، لنقدم معلوماتنا المفيدة حول فلسطين والطالبة لنا. هل تعلم أن فلسطين من أقدام الأراضي الموجودة على مر التاريخ وأنها مهد الحضارات والرسل؟ هل تعلم أن المسجد الأقصى كان قبل الأولى المسلمين قبل المسجد الحرام؟ هل تعلم أن رحلة الإسراء والمعراج مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد الأقصى؟ ومع فقرة حكمة اليوم التي تناسب بلدنا الحبيب فلسطين والطالب أحمد. الأراضي يرى بقعة من بقعة الجنة، يرى ينظر إلى بيت المقدس. ومع كلمة لأهلنا في فلسطين وغزة يقدمها الطالب خليل. فلسطين ليست مجرد قطعة أرض، إنها مأساة تكتب بأحرف الصمود والأمل. قلوب الفلسطينيين تنبض بروح المقاومة، وأرضهم تحمل آثار التاريخ والصمود. عندما أتكلم عن فلسطين فأنا أتكلم عن عالم، عن دنيا، عن جنة، عن وطن جميل، وعن حب لا يموت أبدا. وفي الختام نرجو الدعاء لغزة وأهلنا في فلسطين. كان معكم طلاب الصف الرابع بإشراف المعلمة سارة. لمشاهدتكم الفيديو حتى النهاية. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.